Evet. أعقلها ثم توكل، لا بد أن يعقلها الإنسان ثم يتوكل. كذلك نحن في هذا لا يعني ما ذكرناه أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، لا بد أن نأخذ بالأسباب، لأن من صميم التوكل على الله عز وجل أن يأخذ الإنسان بالأسباب. البلاء عند أجر وثواب في الدنيا والآخرة، ولهذا هذا في حق أولياء الله. أما في حق العصاة والكافرين والمشركين هي عقوبة من الله، يراجع في ربهم سبحانه وتعالى وعناية الله أن تتدخل وأن يرسل إليهم الدواء كي ينزله على بسبب الخوف والهلع من هذا الفيروس. لا تخافوا، الحمد لله كيف نأخذ بالأسباب، لكن لا تخافوا. إنه لا تكون الأجل الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى، سواء كنت مريضا أو في صحة وعافية، لنكونن من الشاكرين. كما قال الله سبحانه وتعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظروف اللي ماشية الآن في العالم كله نشوفوا فيها فيروس كورونا والضجة اللي ندايرها في هذا الفيروس، حاولنا نحن كنديروا كنشاط في مساجد نالوت ونلقي محاضرات عبر الميكروفون الخارجي، رسائل تطمينية للناس بحيث ان هم ما يخافوش، وبحيث ان هم يرجعوا لله سبحانه وتعالى ويتوبوا الى الله سبحانه وتعالى، وان الطمأنينة كلها في كتاب رب العالمين لما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حاولنا خلال هذا البرنامج أو هذا النشاط نحن نوجه الناس ثلاثة رسائل. الرسالة الأولى أن الناس معاش تخاف من الفيروس أو غيره من الأمراض والأسقام، الخوف من الله، وهذه أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى، لكن الأجل اللي كتبها الله سبحانه وتعالى والساعة اللي كتبها الله سبحانه وتعالى حيموت فيها الإنسان. الرسالة الثانية: أرسل الله سبحانه وتعالى هذا الفيروس وغيره من الأمراض والأسقام إلى الناس، والناس انقسموا فيها قسمين: قسم يعني في حق أولياء الله سبحانه وتعالى ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وعندهم أجر وثواب لما يصبروا على هذا الابتلاء، وفي حق العصاة من المسلمين والكافرين والمشركين هي عقوبة زي ما قال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، باش يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ويعلموا علم اليقين أن هناك إله واحد هو المسير في هذا الكون. كذلك لا بد للناس أن هم يأخذوا بأسباب الوقاية، لأن من صميم التوكل على الله عز وجل أن يأخذ الإنسان بأسباب الوقاية، ولهذا حتى نبينا عليه الصلاة والسلام قال لرجل: أعقلها ثم توكل. فنحن نأخذ بأسباب الوقاية، وجميع الإرشادات والإعلانات والتوصيات اللي هي تجي من وزارة الصحة ومن وزارة الداخلية لابد نأخذ بها، وهذا من باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الرسائل حاولنا نحن نوجهوها من خلال هذا النشاط. أسأل الله عز وجل أن يبعد عنا هذا الوباء وأن يصرفه عنا وأن يحمي لي بالحبيبة من كل شر ومن كل داء، إنه على ذلك قدير وإنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.